السلام عليكم، معكم المهندس الإنشائية نغم غانم وفيديو تعليمي جديد عن الإيتر. بهذا الفيديو راح نتعلم شلون نرسم خريطة بالأوكاد وننقلها مثل ما هي للإيتر. أول شي راح نفتح الكاد، راح نرسم خريطة مبسطة كلش، أعمدة وجسور وسلاب، وراح ننقلها للكاد. أول شي لازم يكون الرسم أدنى ليارات، اللي ما يعرف يرسم ديارات لا يقول هذا الشي صعب، لها وكلش سهل. وهسه راح أعلمكم شنو اللي راح نستفاد منها من الليارات هنا، وتعلم الليارات أو رسم بالليارات شي كلش مهم. أول شي نعدنا هوم، نفتحها layers، نختار layer properties، هاي اللي عليها نجمة هي إضافة layer new layer، هاي اللي عليها في هي حذف layer delete. راح نضيف ليارات بعدد الأجزاء اللي راح ندخلها بالخريطة، يعني كم عنصر عندنا، كولومات، بيمات، سلاب، وول، إذا راح ندخل أربع عناصر، أربع ليارات. أول وحدة راح نسميها كولوم، ثاني وحدة بيم، ثالث وحدة عندنا سلاب، عندنا الأخيرة للوول أو الشير وول. اوكي دخلناهم، الالوان ممكن تغيروها ممكن تبقوها، ما تاثر عندنا لان راح ننقل خريطه للايتابس. هسه من نجي نبدي نرسم، راح نرسم خريطه يعني مبسطه كلش نظاميه، راح بس نتعلم نشتغل عليه. راح اول شي نرسم السلاب، والرسم دائما لازم يكون بولي لاين، بولي لاين. نرسم مثلا خمسة انتر، ستة انتر، خمسة انتر، ستة انتر، اسكيب، طلعنا من الأمر. هنا عندنا رسمنا مثل ما تشوفون السلاب. بعد ايش راح نرسم؟ راح نرسم الأعمدة. حتى نرسم الأعمدة لازم نحدد مكانتها، وهمين الأعمدة لازم ترسمها بولي لاين. أول شي لا نغلط، نروح على اللاير، نختار لاير الكولومات، بعدها راح نختار إما بولي لاين إما من هذا المربع. مثلا الأعمدة هنا راح نرسمها نقول 40 بـ40، إذا من البولي لاين راح نقول 40 سنتيم انتر، 40 سنتيم انتر، 40 سنتيم انتر، 40 سنتيم انتر، اسكيب، طلعنا من الأمر. هسه راح نسوي له كوبي، كوبي، راح ناخذها واحدة هنا، لا الأفضل راح نمسحها لهاي إريس كوبي، راح أخذها من هاي الزاوية مرة ثانية، كوبي، راح أخذها من هاي الزاوية، كوبي، راح أخذها من هاي الزاوية، كوبي، راح اخذها من الوسط. اوكي كوبي، كوبي،
هاي بعد ما ولدها ايريس. لا ينقصنا واحدة. اوكي رسمنا مثل ما تشوفون السلاب، لو دسنا على السلاب راح يروح على لاير السلاب، لو دسنا على الكولومات ها مختارين الاثنين من هذا، دسنا على لاير الكولومات راح يروح على لاير الكولومات. اوكي هسه ايش بقالنا؟ بقالنا نرسم بيم ونرسم شيرول. شيرول راح ارسمه شي عشوائي، الشيرول هم يرسم بولي لاين، راح ارسم شي مثل هذا. غلطنا، راح امسحه، من يعرف شنو الغلط ما رحنا اللير الوول. بعدها نرسم كوبي، نخلي مثلا واحد هنا واحد هنا. الخريطة مجرد خريطة تعليمية، إذا بها أي خطأ فهو ما مدروس. أوكي هسا باقي عندنا البيمات، روح على لير البيمز. البيمات تنرسم خط عادي حسب البيمات موجودة عندك بالخريطة، فليكن بيم منا منا منا، بيم آخر هاي البيمات اللي رسمناها. اسكيب طلعنا من الامر. بعد هذا ايش راح نسوي؟ سيلكت، اول شي راح نشيك قبل ما نطلع، راح نشيك شنو؟ راح نشيك هذا سلاب غير السلاب. اسكيب اعمدة كولم غير الاعمدة. اوكي ايش راح نسوي؟ سيلكت سيميلر، راح يختار كل الموجود بهذا اللاير، كل هالأعمدة موجودة عندنا داخل لاير الكولوم. اوكي هاي كلش مهم التشيك. البيمات سيلكت سيميلر، اختار كل البيمات وين موجودة لاير البيم. اوكي اسكيب. باقي عندنا الوول، سيلكت سيميلر، اختار الاثنين وول اللي رسمناهم وداخل ال لاير الوول. اسكيب اوكي. حاليا ايش راح نسوي؟ راح ننقل الخريطة الى نقطة صفر صفر. سيلكت كامل الخريطة، موف منا للزاوية، بعدها ندخل صفر صفر، انتر، راحت الخريطة. هاي نقلت للصفر صفر. هاي يكون انتهينا من رسم الخريطة. هسه تنسيبها، نسيبها وين؟ على ملف دي اكس اف، والا التابس ما راح يقرأ. سيفها بالمكان اللي احنا نريده، ديسكتوب. هانكا دي اكس اف، دي اكس اف دروينج 1، حتى لا ننساها، ملف اسمه أنكا دي اكس اف سيف. هسه ممكن نطفي الكاد ونطلع منه. اوكي هسه ايش راح نسوي؟ راح نفتح ملف او برنامج الاي تابس. شوي يتأخر لما يفتح. نيو مودلز
راح اختار use setting from model file. ليش؟ لان عندي اني مشتغلة قبل ومعرفة مقاطع، ولهذا راح اجيب هاي المقاطع وادخلها البرامج حتى نسرع بالشغل. اوكي open blank طوابق 4 راح ابقيها الارتفاع الستوري. احنا عندنا خريطة مجرد تعليمية. اوكي هسه ايش راح نسوي؟ راح نستورد الخريطة import هاي dxf dwg file of architectural plan. يا هي خريطتنا، هاي خريطتنا. open هنا هذا كلش مهم، لازم نغير الوحدات حسب الوحدات اللي رسمنا بها بالكاد، رسمنا بالمتر، هنا ندخل متر. اوكي اجت الخريطة تمام. هسه ايش راح نسوي؟ نريد نرسم هاي الخريطة. حاليا جتنا كأنها جريد، ما مفعل اي شيء بها، فنريد نرسمها او نفعلها بالكاد. ديسبلاي منا نطلع ديسبلاي، نفتح الزائد مالته، نفتح الزائد مال 3D، نفتح الزائد مال هذا architectural layers. هنا عندنا ظهرت اللايرات اللي رسمنا بها احنا وبنفس الالوان مالتها. زين اذا مثلا ردنا نرسم البيم، نروح نختار هنا البيم، بعدين نختار البروبرتي اللي احنا نريدها. شوف البيم مالك شنو هو، تكون كن عرفته بالبرنامج. بعد ما تنقل خريطة تعرف المقاطع مالتك. انا يعني راح اخذ مقاطع معرفة لمجرد تعليم الطريقة لا اكثر ولا اقل. راح اخذ بي مثلا 40 × 65 كثير على هاي الخريطة، بس راح اخذ هذا البيم. ونجي هنا على هذا البيم، نختار add beam object وننتظر رسم البيمات. زي ما تشوفون دا يتغير لون البيمات للأزرق، هذا معناها انه رسمها. شلون نعرف؟ راح نروح على 3D ونسوي له اكسترود، شوفوا البيمات طلعت موجودة. نفس الشيء بالنسبة للكولوم، نروح على الكولوم، نريد نرسم كولومات، نختار الكولوم اللي احنا نريده. احنا دخلنا 40 × 40، هنا هم عندنا 40 × 40. نروح للكولوم، كليك يسار عليه، كليك يمنى عليه، add column object. رسمنا الكولومات ورسمنا يبي الثري دي همينة مثل ما تشوفون. بعد عدنا شنو راح نرسم؟ راح نرسم الوول، راح نرسم الوول. يعني ما مدخلة وولات بهذه الخريطة، ما مشكلة. راح نرسم الوول منه، بس راح نقول له ارسم الوول. مفروض يتعرف الرسم عندنا الوولات مثل ما تشوفون، مفروض تعرف الوول كمقطع شقد بشقد ويتدخل. بعدها ايش راح نرسم؟ راح نرسم السلاب. نختار السلاب، هنا عندنا سلاب 15 اني مدخلته. نروح للسلاب، كليك يسرى كليك يمنى، اد شنو؟ اد اريا. رسمنا السلاب مثل ما تشوفون، نقلت الخريطة كاملة بدون ما ندخل جريدات وبدون ما ندخل مثل نرسم واحد واحد. أتمنى تكونوا استفادتوا وشكرا لكم.